بنرحب بيكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. وكابتن ناصر بنرحب بيك، وإحنا يمكن إمبارح قلقنا شوية من الحكم الكرواتي النهاردة، وكلمنا عليه كتير، وشفنا النهاردة أخطاء كتير جدا، ولكن سايبين لك التعليق. تحياتي لحضرتك كابتن أيمن، وتحياتي لنجومك الكبار اللي موجودين في الاستوديو، وتحياتي لكل السادة المشاهدين. خلينا كابتن أيمن نتكلم بشكل علمي، بدون بصرف النظر عن نتيجه المباراه، نتكلم بشكل علمي تحليلي على طاقم التحكيم. عندنا اهم العناصر اللي احنا بنقيم بيها الحكم كابتن ايمن، يمكن اربع عناصر مهمين جدا نتكلم فيه: مدى قدره الحكم على احتساب المخالفات الفنيه والعقوبات الانضباطيه، ده نمره واحد. نتكلم على اللياقه البدنيه للحكم، اللياقه البدنيه ديت بتتكون من حاجات كتير جدا: تحمل عام وتحمل سرعه وسرعه ورشاقه ومرونه وتحرك وتمركز. خلينا نتكلم على حاجه مهمه جدا: فهم الحكم لادراكه للقانون كره القدم، هل هو فعلا عنده فهم للقانون ولا ما عندوش. اخر حاجه بتكلم فيها عنصر مهم جدا، وهو الكوبريشن بتوين الحكم والفار. هنا في حاجه مهمه جدا، والحاجات دي كلها من خلال الحالات يمكن حضراتكم يعني هتشوفوا الحالات وهتشوفوا العناصر اللي احنا بنتكلم فيها، هل هو حكم كان مستواه متوسط، جيد، ضعيف. خلينا نروح لاول حاله ونشوف الحكم هنا بالنسبه للياقه البدنيه، مدى التحرك وتمركز الحكم وقراءته للعب، هل كان صحيح ولا لا؟ ستوب. كابتن، اصعب شيء ان الحكم يجي في المكان ده كابتن علاء. نرجع تاني كده. نرجع بس خلاص. انا هنا حطيت نفسي في مسار اللعب وفي محيط اللعب. انا كان لو انا عندي قراءه للعب يا كابتن علاء، عندي القدره ان انا اخرج خارج نطاق اللعب، بحيث ان انا اخلي كل اللاعبين معايا وتحت نظري. انما هو النهارده ايه؟ دخل في مسار اللعب، كان عنده قدره ان هو ايه؟ يخرج من هنا او يجي من هنا. ولكن ده اول خطا ارتكبه الحكم نتيجه ايه؟ التحرك والتمركز السيء في المباراه. نتكلم في عنصر اللياقه البدنيه. مهم جدا نتكلم في الحكم ازاي يروح للقرار الصحيح يا كابتن ايمن، من خلال التحمل السرعه والسرعه والسرعه القصوى ورأته للعب وتحركه وتمركزه. نروح نشوف الحاله الثانيه اللي هي موجوده. الحاله دي كابتن مهمه جدا لكابتن حلمي ولكابتن يوسف وكابتن علاء وكابتن عادل كمدربين كبار النهارده. حسأل سؤال مهم جدا، لا خلينا بس في الحاله اللي فاتت دي مهمه جدا، انذار محمد هاني. هو هنا ادى انذار يا كابتن حلمي لمحمد هاني، انا بس عايز اعرف السبب ايه الانذار ايه؟ ستوب. هو هنا محمد هاني ارتكب خطأ بإهمال، طبقا للقانون لا يوجد بطاقه صفراء يا كابتن علاء. ثم اتاح الفرصه، يعني ايه؟ خطأ محمد هاني هنا لم يعطل اللاعب، خلينا نمشي شويه بيبو، نمشي خلاص، هو مشى اللعب، اذا هنا اللاعب هنا استفاد من استمرار اللعب كابتن علاء. عشان ارجع ادي الانذار لمحمد هاني لابد ان يكون محمد هاني ارتكب مخالفه اللعب بتهور. بتهور. ولكن لما اشوف محمد هاني ارتكب المخالفه باهمال، وبالتالي طالما سمحت اللعب باستمرار اللعب، انت اديت اللاعب فرصه ان هو يروح، وهنا محمد هاني ما عطلش اللعب. ليه؟ لان هو اللاعب جه وخد الكره واكتملت الهجمه. يعني انذار غير مستحق. غير مستحق تماما، لان انا بدي انذار في حاله واحده بس. لو محمد هاني ارتكب خطا بتهور، بتهور يعني ايه؟ ركل بتهور او عرقله. ده تاني شيء بنتكلم على الحكم ان هو فهمه للقانون كان مش صحيح في هذه الحاله. نروح للحاله المهمه اللي بعد كده ونشوف طبعا التسلل هنا، والتسلل طبعا الحكم مساعد طبعا اللي هو كان موجود، طبعا التسلل الصحيح ولحظه لعب الكره والربط ما بين الموقف واللاعب. هنا اللاعب في موقف تسلل، والقرار هنا كان قرار صحيح للحكم المباراه. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا كابتن حلمي، ونشوفها دي يعني يا ريت نجيبها ونشوف الاسترزات هنا. اقصى شيء صعب على اللاعب ان انت تستخدم الاسترزات في الانكل من الخلف. دي حاله تقريبا في المباراه، وهنا شايفين الاسترز هنا موجود في الانكل. خلينا نمشي اللعبه ونجيبها، ما نوقفهاش، نمشيها ونشوف. نمشيها عادي مخرجنا العظيم، نشوف هنا. يعني انا اسال سؤال هنا، لما يكون في مخالفه زي ديت انت ازاي ما تشيرش البطاقه فيها كابتن علاء؟ لا واضحه، يعني راي بالاسترزاد في الانكل من تحت، ده اذا متعمد يا كابتن. وبالتالي هنا مفيش لعب بقى، ده الراجل هنا بص يا كابتن هنا ايه؟ ارتكب مخالفه تستوجب اقصى درجات التهور، مش هنقول كارت احمر، ولكن هنا راجل ما اشهرش البطاقه الصفراء. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان انا اتكلمت في فهم القانون، في تحرك الحكم، في التعاون، كل الكلام دوت مش موجود في المباراه. ده بقى مقارنه بالانذار اللي اداه لمحمد هاني. محمد هاني احنا قلنا لا يستوجب الانذار، ليه؟ انك انت اتحت الفرصه
والراجل راح خلاص. يعني محمد هاني ما عطلش اللعب. امتى يا كابتن لو هو وقف ساعتها مظفر كان هيديله البطاقه لتعطيل اللعب، ولكن محمد هاني ارتكب خطا باهمال وانت اتحت الفرصه وبالتالي الانذار غير صحيح. نشوف الحاله اللي بعد كده. دي حاله من الحالات التي اثرت في نتيجه المباراه بشكل كبير جدا جدا جدا. هنتكلم بالقانون ونتكلم بالاعتبارات بتاعتنا ونشوف هنا المخالفه، من الذي نجح في لعب الكره؟ كابتن حلمي. كابتن حلمي وليد. نشوف وليد سليمان. انا النهارده على محمود ما عندوش قدره على لعب الكره ولا عنده فرصه لعب الكره، ولكن هو عمل ايه؟ هو في ارتقاء هنا طلع فوق وبالتالي ارتكب مخالفه باهمال تستوجب احتساب مخالفه. هذا الخطا لو خارج ركله حره مباشره، لو داخل منطقه الجزاء ركله الجزاء ما فيش فيها كلام. طيب اوكي، انت كان تمركزك 100% كويس جدا جدا، ثم لم تحتسب المخالفه. احنا قلنا الفار احيانا نشوف كده في الحاله دي، هنشوف الحاله دي وهنا هنا. اولا القفز موجود والسند موجود والدفع موجود، جميع اركان المخالفه هنا موجوده والاحتساب هنا بركله جزاء صحيحه والحكم هنا مش موجود. ممكن نكملها يا كابتن من اولها لاخرها؟ نكمل نرجع تاني ونشوف المخالفه يا كابتن ايمن. المخالفه هنا بص هنا يعني محمود علاء لم ينجح في لعب الكره ولم يلعب الكره، وبالتالي هنا هو هنا القفز والركل والدفع موجود في هذه الحاله المهمه. اللي انا بقول ايه؟ الفار هنا نجدك، يعني ايه؟ عاوز اقول ايه؟ ان الفار هنا جابك، حاول يصحح لك الموضوع بس انت بالظبط كده. مرضتش. السؤال هنا كابتن علاء، هو الفار جابك ليه؟ كابتن محمد طبعا اكيد انا الفار، انا قاعد الفار شفت ان هنا في مخالفه طبعا، ولكن إيه حضرتك رحت على المخالفه والشاشه جابت لك اللقطه اللي هي ما فيش فيها كلام، ركله جزاء يا كابتن 100% ما فيش نقاش فيها. اي حكم دي من اسهل ركلات الجزاء يا كابتن علاء ان الحكم يحسبها، ركله جزاء سهله ما فيش فيها صعوبه تحسبها وانت مش قلقان، وبالتالي هنا انا شايف ان ركله جزاء لم تحتسب. وخلي بالك يا كابتن دي اثرت على نتيجه المباراه. مفيش كلام، بص يا كابتن ركله جزاء لم تحتسب في نتيجه انت محتاجها كلاعب، احنا بنتكلم بصفه عامه بصرف النظر عن النادي الاهلي او بنتكلم على اي نادي، في ركله جزاء لم تحتسب انت محتاجها اكيد انت ما بتاخدهاش وبالتالي بتاثر في نتيجه المباراه. هنا ركله جزاء لم تحتسب بقرار خاطئ من الحكم. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. دلوقتي لو الفار وقفني هل مين صاحب القرار؟ هل الفار ولا الحكم؟ سؤال ممتاز يا كابتن حلمي. وبعدين لما يوقفني الفار مش من حقي اروح اتاكد، او من حق الفار يخليك تروح تتاكد بره؟ بالظبط، هو ده اللي حصل بالفعل يا فندم. هو من حق الحكم ان ياخد القرار، الوحيد الذي له حق القرار هو الحكم. حتى لو الفار جابني وقال لي شوف انا الحكم بياخد القرار يا كابتن حلمي. ولكن انا بقول حاله من الحالات ان ممكن تكون هي فاتت عليه الحاله. انا النهارده كفار بقول لك طب تعالى شوف انت يمكن تغير قرارك، لان الفار النهارده قاعد هو الفار متاكد تماما ان دي ركله جزاء، وبالتالي انت حضرتك رحت يعني جات لك فرصه. عارف لو مفيش فار يا كابتن حلمي انا بعذرك. هل ممكن الحكم ما يروحش؟ لا، في الحاله ديت لابد ان هو يروح. ليه؟ دي مخالفه تستوجب ان انا اشوف بعينيا. ليه؟ ان هو قال له في الكوميونيكيشن ان في حدث لابد انك انت اللي تيجي تقرر فيه. يعني انا عملت اللي عليا كفار وقلت لك تعالى شوف وشاهد، وبالتالي طبعا انا شايف يا كابتن ركله الجزاء سهله جدا جدا جدا، اي حكم يحسبها. واثرت على مجرى المباراه. مش كلام، اثرت على نتيجه المباراه. زي ما قلت لك عنده مشكله في فهم القانون، عنده مشكله في التحرك، عنده مشكله في التعاون كمان بينه وبين الفار، عنده مشاكل كتيره جدا جدا يا كابتن ايمن. ده متهيألي محمود علاء ياخد فيها انذار كمان يا كابتن. يا كابتن انا بقول يعني يا سيدي احتسب لي المخالفه يا كابتن علاء، ادينا ركله الجزاء الاول وبعدين نقول انذار او مش انذار، ولكن هو ولا احتسب المخالفه ولا اشهر البطاقه. عموما نشوف الحاله اللي بعد كده كابتن مخرجنا العظيم. حاله من الحالات المهمه يعني بنقول المهاجمه. طب انا هسال سؤال هنا كابتن، اللاعب هنا هل هو رايح يلعب كره؟ سؤال. نشوف اللاعب ان الفار ده في الكره دي. نشوف. بص حط ايده في جيبه. تعالى شوف اللاعب فين يا كابتن. هو اللاعب هنا رايح بالاستزادة كابتن حلمي. تمام؟ رايح بالاستزادة هنا في نيه ايذاء للاعب. ستوب. نهار اسود. هل انت تتخيل يعني هذه المهاجمه بقدم او بقدمين لاعب راح بالستارز على السمانه او على القصبه، ودي منطقه تعتبر منطقه حساسه. ده كارت احمر مباشر يا كابتن. انا شايف ان هنا في بطاقه حمراء مباشره وكان يجب. والكاميرا جت على الحكم وهو بيقول له استنى هشوف انذار ولا هدي له نقطه. بالظبط يا كابتن. انا شايف ان ما كانش في تعاون ما بين الفار والحكم، واحنا اتكلمنا في الحكم ان الحكم عنده اخطاء كتيره جدا زي ما قلت، عنده فهم ضعيف للقانون،
عنده كمان اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز مشكله كبيره جدا، عنده كمان مدى تقديره للاخطاء الفنيه داخل مناطق الجزاء مش موجود خالص، ضعيف ضعيف جدا جدا جدا. هل النهارده الحكم اثر في نتيجه المباراه؟ هنا شايف ان هنا في بطاقه حمراء، وشايف ان في بطاقه قبل كده لم تشهر للتهور، وشايف ان انذار محمد هاني غير صحيح بالمره، وركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي. طب يا كابتن ده احنا في خلال 10 دقائق جبنا له كل حاجه غلط. دي 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 يا كابتن يعني في نهايه الحديث بقول ان هذا الحكم يعني هو فعلا صح، الاتحاد الدولي ما خدوش في 2010 جنوب افريقيا، رغم ان هو كان عنده فرصه يروح كاس عالم، ما راحش 2010 وما راحش 2014 ولا 18. هو حكم مش من حكام النخبه، هو حكم من الحكام اللي هم بي، وبالتالي طبعا مستواه هو ده مستواه. بي يا كابتن، ومين اللي جابه ماشي زي ده؟ وهو دي مستواه ودي اخطائه طبعا، واحنا بنقول احنا بنتعلم منها يا كابتن ايمن. حكامنا اللي موجودين عندنا حكام كتير افضل من هذا الحكم بكتير جدا جدا، اي حكم كان هيحسب ركله جزاء بدون اي كلام. كويس يا كابتن، انا بتكلم عن ديربي من اهم دربيات العالم العربي. بالظبط، يمكن من اهم الدربيات في العالم كمان. بنقول يا كابتن انت حضرتك بتدفع فلوس اهلي وزمالك، اجيب له حكم أوكي. مصنف زي ده. اوكي، احنا قلنا الكلام ده امبارح يا كابتن ايمن، ونراعي ان احنا القمه ده لابد عندنا في الحكام، في عندنا ماتيوس لهوز في اسبانيا، عندنا مايكل اوليفر في انجلترا، عندنا فيليكس بيتش في المانيا، حكام كتير جدا قمه. يعني ايه المشكله ما انت كده كده حضرتك بتدفع مقابل وبتدفع بدل الحكام، حتى نجيب حكام احنا كحكام نقدر نستفيد منهم في القانون. حلو يا كابتن، هو مين المسؤول عن اختيار الطاقم دوت؟ اللجنه الخماسيه ولا لجنه الحكام؟ كابتن هو حضرتك اللجنه الحكام هنا بترشح زي ما احنا قلنا، ترشح كويس. بتبعت لاكثر من دوله، والمراسله بتبقى من اتحاد الكره، يعني اتحاد الكره هو مباشره اللي بيخاطب الاتحادات اللي هي الاهليه او القاريه، هو المنوط بمخاطبه الاتحادات. هنا لجنه الحكام بتبعت لاكثر من دوله، وممكن تطلب ان انا عاوز الحكم الفلاني، مثلا عاوز كابتن حلمي يحكم، كابتن حلمي حكم كبير، عاوزين كابتن حلمي مفيش مشكله، كابتن علاء ميهوب يجي يحكم، بنطلب في الجواب كده احنا عاوزين حكم كبير في الاليت ايه يحكم عندنا. مين اللي بيطلب؟ لجنه الحكام؟ بالظبط كده، لجنه الحكام بتطلب. انا طبعا دي اخر حاجات. عموما احنا بنقول ان احنا حكامنا في النهايه كابتن حلمي يعني الراجل النهارده معاه الفار، استخدمش الفار، اخطاء كتيره جدا جدا في فهمه للقانون وفي تحركه وتمركزه وفي لياقته البدنيه. يعني لا، ال- 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 الحكم النهارده اثر بشكل كبير بقراراته في هذه المباراه. ده تديله كم من 10 ده يا كابتن؟ لا كابتن، احنا قلنا الحكم اللي ياثر قراراته تاثر في نتيجه المباراه، يعني ده مش اثر بس، يعني ده حكم اثر في نتيجه المباراه بعد ما احتسب ركله الجزاء، حكم لم يشهر البطاقه الصفراء مرتين واشهر البطاقه الصفراء خطا، وحكم ما بيتحركش ما بيمشي في الملعب بيقف غلط، يعني انا يعني دوت بالنسبه لي. وخلي بالك كمان ما كانش فيه حمايه للاعيبه داخل الملعب. ما هي دي بقى المشكله يا كابتن، احنا بنقول ايه؟ نمره واحد في القانون، ازاي انت كحكم اللاعب يشعر بالامان معاك؟ كابتن حلمي يمكن تخليك معايا، لو انا النهارده كلاعب عند كابتن حلمي في الفرقه وحسيت ان الحكم مش حاميني في الملعب، خلاص انا النهارده بفقد الثقه في لعبي وفي ادائي ورد فعلي كمان بيأثر عليا. لا، الحكم النهارده كابتن قراراته كلها يعني ما كانتش صحيحه بنسبه كبيره، اثر في نتيجه المباراه. نتمنى في المباراه الكبيره اللي جايه يكون حكام على مستوى القمه. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر خبيرنا التحكيمي. شكرا.